امبارح كان في اجتماع هام لوزيره الصحه الدكتوره هاله زايد مع ممثلي عدد من شركات الادويه. كان في توجيهات من الوزيره لقطاع شركات الادويه في التعامل مع الازمه خلال الفتره اللي جايه في ظل طبعا ظروف مجابهه فيروس كورونا. تفاصيل اكتر عن الاجتماع ده معانا الدكتور شيرين حلمي رئيس شركه فاركو للادويه. اهلا بحضرتك يا فندم وصباح الخير عليك. قول لنا اهم التوجيهات اللي تمت خلال الاجتماع من وزارة الصحة. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. طبعا الكل يعمل على قدم وساق وفي تناغم ما بين وزارة الصحة وهيئة الدواء والشراء الموحد علشان نوفر الدواء للمصريين. طبعا مهم أن الناس تبقى هادية وفاهمة أنه ده ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ولكن لازم نتعامل معاه بحرص في نفس الوقت بهدوء وبثقة أن ربنا إن شاء الله هيكرمنا. طبعا توفير الأدوية ليس فقط للمرضى، ولكن الوزارة أيضا بتعمل دواء للمخالطين، يعني لو في واحد مريض ومعاه أسرته زوجته أبوه أمه وهكذا أيضا بياخدوا بعض الفيتامينات وبعض المقويات للمناعة بحيث أن نقوي مناعتهم علشان ما يجيلهمش هذا المرض. وطبعا بيبقوا العزل في المنزل، بيقول لهم اقعدوا في البيت من غير ما تخطوا حد. فطبعا تنفيذ التوجيهات بدقة وبحذافيرها دي بتوفر علينا حاجات كتيرة، ولكن هو اجتماع مثمر والجميع بيعمل في تكاتف ان يوفر الأدوية بحيث ما تنقصش ان شاء الله. دكتور شيرين، كمان كان في توجيه يعني زيارة الإنتاج وتذليل كل العقبات وتوفير كافة المتطلبات للقطاع الصحي ولشركات الأدوية عشان بإذن الله يمكن نتوصل لعقار يساعدنا في أزمة كورونا. ممكن تقول لنا أكتر عن الموضوع ده؟ يمكن ده يكون بشرة أمل وبشرة خير للمصريين إن شاء الله. تذليل العقبات ده موجود، يعني حتى الإجراءات العادية اللي كانت بتاخد وقت معين في الأيام العادية أثناء الأزمات، معالي الوزير والسادة المسؤولين كلهم في هيئة الدواء بيتعاملوا معاها بنظام الفاست تراك أو نظام المسار السريع بحيث نضمن وصول كل الأمور إلى حتى في الإفراج عن الخامات الدوائية، اعتماد الخطط الاستيرادية لتغيير طبعا المتطلبات والأدوية الجديدة اللي محتاجينها. الحاجات اللي كانت بتاخد وقت أطول بقت بتاخد وقت أقل. أما بالنسبة للبحث العلمي فهو أساس الحياة، وفي مقولة بتقول If you don't look you won't see، إذا أنت مش بتبص مش هتشوف. ونو فريلانس انيمور، مفيش حاجة هتيجي من بلاد بره رخيصة زي ما شفنا في مرض الفيروس سي، كان الدواء $100,000 في مصر عملناه $48. فازاي نقدر بالنسبة للكورونا ايضا نفضلش مستنيين ان بره هيبعتولنا العلاج، لان نمرة واحد هيبعتولي اللي هيدفع اكتر، لان لما حتى بتنتج امصال ولقاحات بتروح للدول الغنية اللي تقدر تدفع فيها فلوس كتير. فاحنا ازاي نجد دواء مصري يقوم بعلاج المصريين بأقل حاجة من الآثار الجانبية وفي نفس الوقت بفعلية. وبالفعل احنا كشركة ابتدينا، والحمد لله في دواء من 3 أدوية خدنا الموافقة للسير في إجراءات التجارب السريرية، وزي ما قلنا قبل كده إن شاء الله في 30/6 هنسعد مصر كلها ونسعد سيادة الرئيس بدواء فعلا يكون له تأثير جيد ويكون بتكلفة أقل بكثير جدا من اللي جاي من الخارج. ناخد قد إيه وقت تقريبا يا دكتور شيرين عشان نوصل لعقار يساعدنا في إن احنا نواجه الأزمة دي؟ شوفي حضرتك، احنا بنشتغل على 3 محاور. المحور الأولاني إزاي دلوقتي أتعامل بمضاد للفيروسات تكون مسجلة أوريدي موجودة في مصر، مش دواء جديد، هو دواء كان مستخدم قبل كده في علاج الفيروسات الكبدية، وده مدة التجربة بتبقى العلاج 14 يوم والملاحظة 21 يوم. وده في دول تانية ابتدت وسبقتنا وجربته، كان ليه نتائج انه بيقلل نسبة الوفيات 2.5 القعاد في المستشفى 45% والقعاد في الاي سي يو 35%، ودي نتائج كويسة لان ده متوفر وسعره يعني مش هيكلف الواحد ما بين 50 ل 120 جنيه الكورس كامل، يعني على حسب عدد الايام اللي بياخدها. في ليفل تاني اللي هو ماذا لو حصلت جائحة وتغير الفيروس أو تحور أو جه بشكل
يعني احنا ندعو الله ان ده ما يحصلش، ولكن من 100 سنه بالظبط او من 102 سنه 1918 جت الانفلونزا الاسبانيه وعملت نوع من السكند ويف او الموجه الثانيه، وكان فيها يعني كميه اكبر من الناس. فان شاء الله بنحاول نشوف مضادات لفيروسات قويه بحيث حتى وان تحور الفيروس تقدر تتعامل معاها، وده قدامها مده عشان تيجي، فالوقت بتاع البحث فيها ممكن ياخد 4-5 اشهر. دكتور شيرين، يمكن ليفل احنا سريع وليفل ثاني بيبقى على موجه ثانيه ان شاء الله. دكتور شيرين، شفنا طبعا ازاي مصر قضت على فيروس سي، مصر 2020 خاليه من فيروس سي. الامل ده لاي مدى ممكن يتحقق مع جائحه زي اللي احنا عايشينها؟ وكانت شركه فاركو هي الشركه المنتجه والمصنعه للقاح اللي استخدم في فيروس سي. لاي مدى انتوا في الشركه عندكم امل ان انتوا تطلعوا بلقاح يساعدنا على انتهاء جائحه كورونا؟ شوفي حضرتك، الامل موجود وكله بتوفيق الله، ولكن في 11 مايو 2015 كان في لقاء في الاتحاديه، يوم 12 مايو سياده الرئيس اعلن قال انا بحلم ان احنا ننهي المرض ده من مصر، ويوم 15 مارس حطينا على اتوبيسات في المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ 2020 مصر خاليه من فيروس سي، وتم توجيه اللوم الشديد لنا من قبل بعض الجهات، انتوا ازاي تقولوا الكلام ده والدواء ب 100,000 دولار وعندنا 10 مليون عيان يعني تريليون دولار؟ قلنا لا، لازم نبحث ولازم نبدا في تصنيع الخامات الدوائيه. وده خبر بزفه لشعب مصر ان بعد تجربه كورونا ايضا وامتناع بعض الدول عن شحن الخامات الدوائيه، مصر ان شاء الله مع غرفه صناعه الدواء مع الشركات الكبيره بنحاول نعمل تجمع لتصنيع الخامات الدوائيه، يبقى ابني على كتفي مش هحطوش ومش هدور عليه، يعني يبقى الخامه الدوائيه تتعمل في مصر من الالف للياء بحيث اي ظروف بعد كده وقفه الشحن اي مشاكل تبقى مش موجوده. اما الامل فهو موجود، لان الامور كلها لما سئل عن قول الله كل يوم هو في شان قال امور يبديها ولا يبتديها، يرفع اقوام ويخفض اقوام وهو الان على ما عليه كان. فسبحانه وتعالى بيبلونا بحاجه عشان يشوفنا هنعمل ايه. هنلتزم، هنشتغل، هنجد. فاحنا ان شاء الله الخطه موجوده والعمل موجود وايضا الامل موجود، يعني احنا بنقول ان شاء الله هتتحسن نسبه العلاج بشكل ملحوظ في الفتره اللي جايه، وان شاء الله نكون جاهزين للموجه اللي جايه. وايضا انا كنت تحدثت عن اذا انا مش شايف الفيروس، الفيروس بيقتلني. لا، ده احنا النهارده في مصر بينتج خلال اشهر قليله يعني قبل شهر اكتوبر هيبقى في اجهزه. نعم. زي عداد جايجر لما كان في تشيرنوبل كان في تلوث اشعاعي، كنا في المينا اي بضاعه بتيجي بيخشوا ناس باجهزه يشوف هل الكرتونه المستورده من اوروبا دي فيها اشعاع ولا لا. نعم. ايضا في نفس الجهاز يرى هل في فيروس كورونا ملوث للسلع او الحاجات اللي جايه من بره ولا لا، بحيث يدينا القدره على رؤيه الفيروس، تحجيمه، التعامل معاه، عمليه التنظيف والانفكشن كنترول في المستشفيات. الحاجات دي كلها متكاملة مع بعضها هتخلينا نقدر نسيطر على الفيروس. بالتأكيد يا دكتور شيرين، كل المصريين مستنيين الأمل ده، مستنيين ان احنا النهارده بأبحاثنا بشركات الأدوية اللي عندنا اللي الحقيقة أثبتت جدارتها في أوقات كتير وفي أزمات كتير وحلت الأزمات دي، كلنا مستنيين وهنفضل مستنيين حتى وإن كان لسه في مرحلة البحث. فإحنا مستنيين الأمل المصري إنه يعني نطلع بعقار وإن كانت حتى في فترة ما لسه ما فيش أي يعني دولة بتتكلم عن عقار معتمد، فالاعتماد إحنا عارفين إنه هياخد وقت، بس فكرة إنه إحنا كمان شغالين وإحنا كمان موجودين شغالين على أبحاث، وزارة الصحة بتوجه بكل يعني تذليل كل العقبات عشان نذلل الأبحاث دي في واستخدامها لإنتاج عقار بإذن الله نواجه به جائحة كورونا. دكتور شيرين حلمي رئيس تنفيذي لشركة فاركو للأدوية، بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم، نورتنا في صباح الخير يا مصر.